الى ان اتكلم. يا جماعه الخير طلع هو في الاعلام، هو يعني اكيد انه يعني يتكلم مع اللاعبين واكيد انه عنده خبره كبيره، بس ما يجب يشعر حتى الكابتن اسماعيل لو شارك المباراه، يعني احيانا مشاركته الفنيه فعاله، لما يشعر انه هو مضموم للمنتخب كما لو كان مرشد اجتماعي او لا 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 عفوا لا 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 انت 23 واحد من 23 بعيد، نحن ما ننظر حق اسماعيل لانه قالها في التصريح، نبقى في الملعب محتاج الى خارج الملعب. هو لو سمعت تصريحه ما عليه كانه يعبر عن مداخله. متى قال التصريح؟ بعد المباراه. بعد المباراه وهو معصب، يعني حاله العصبيه كانت هي العنوان. ف اسماعيل اكيد اليوم يخدم اي لاعب موجود، لسه طويله عرفت اسماعيل، بالعكس هو يعرف ان هذا دوره، يعني بجانب انه في الملعب دور وبلغى عليه مسؤوليه كبيره، لكن برا الملعب انت ما تشوف في افضل حالات الفنيه في الدوري. في الدوري كان في افضل حالات الفنيه. معلش في كلمه اخر كلمه بقولها ناحيه اخر كلمه، الناس احتاجت ايش ملعب. ايوه ما تشوفوا بزايد احيانا قبل المباراه يجتمعون اللاعبين لحالهم وهم داخل المباراه بعد خطه المدرب وبعد الكلام، في كلام يدور بين اللاعبين اللي ما يقدرون يقولونه قدام المدرب او مدير الفريق.